الهجن بعد ما تخلص المراكيب تبدأ مرحلة النقيض. فالنقيض لازم يكون يعني مريح لها، ما تدربها، تمشي المطية تكون، وتغير لها الطعام، تعطيها عشان شوي تسمن المطية، وبطنها شوي يلين بطنها بعد التدريب بعد هذا، ونعطيها أدوية شعبية عشان يعني تظهر منها الأشياء هاي اللي تأثر عليها في موسم الشتاء في الركض، ونزيد لها شرب الماء، ونعطيها أدوية، ونبدأ طعمك تدريبنا يبدأ من شهر 8، تبدأ المطاية طعمك يخبن، وبعد سهيل ما يدخل سهيل علينا بدأنا نفحم، فحم برشاط، نفحم لين ينا شهر طعمك شهر 9 نبدأ ندخل فيها، ندخل مداخيل خفيفة، ما نروح يعني مراكز القوية، نطلع فينا الفرعيات، رئيسات الفرعيات، ونبدأ ندخلهم في الرئيسات الفرعيات، ما نضغطهم، يعني ما بشرط يعني هي سبوق وخليها تسبق، خليها في ثالث رابع، ما تكض عمرها، ليه طعمرك تدخل ثلاث أربع اشتراكات وتجهز المطية، بناخذ منها عقب، من تجهز دخلها مراكز قوية، المرموم ولا الوثبة، والله يطول عمان مشوخ محطين تسعيرات، فكل وين مطية تسعيرة يشترون.